السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مرة أخرى في مقر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. هذا أنا الدكتور محمد صفحي وزميلي الدكتور محمود رمضان عزام السيد. راح نتابع معكم ما بدأنا في المحاضرات الماضية في شرح أساليب التوجه والحركة. في هذه المحاضرة راح يتعلم الطالب أسلوب الكلاب المرشدة وأسلوب الجياد المرشدة. هنتحدث أولا عن أسلوب الكلب المرشد. طبعا أسلوب الكلب المرشد لا يعد من الخيارات الشائعة في الوطن العربي، ولكنه أكثر انتشارا في الغرب. الشخص الكفيف يحتاج إلى تدريب مكثف حتى يستطيع استخدام الكلب المرشد بشكل مناسب. نسبة ضئيلة من الأشخاص المكفوفين يتنقلون باستخدام الكلاب المرشدة. كذلك استخدام الكلاب المرشدة يعد مفيدا للأشخاص اللائقين طبيا والذين عليهم الانتقال كثيرا في بيئات مختلفة. ذلك أنواع الكلاب كثيرة لتستخدم لهذا الغرض، وأهمها يمكن الجيرمان شيفرد واللابرادور والجولدن ريتريفرز. كل نوع من هذه الكلاب له مميزات، فيهم السريع وفيه منهم البطيء، أيضا فيه سريع الخطوة وكبير الحجم وبطيء الخطوة وصغير الحجم. كل هذه المواصفات تعتمد على الشخص الكفيف. تاريخ الكلاب المرشدة: تم تطوير أول برنامج رسمي لتدريب الكلاب المرشدة بعد الحرب العالمية الأولى، حيث كان يتم تدريب كلاب الألمانية اللي هي الشيفردز لإرشاد قدامى المحاربين ممن فقدوا بصرهم. ومن ثم قامت سيدة أمريكية وهي دورثي هيرتسون بتجربة تدريب الكلاب الألمانية على هذا البرنامج، ومن ثم كانت وراء تطوير البرامج. ثم قام الشاب موريس فرانك الذي فقد بصره في حادثين منفصلين بإنشاء أول مدرسة لإرشاد الكلاب في بلده أو في مدينته نيشفيلد التابعة لولاية تينيسي بأمريكا تحت مسمى العيون المبصرة. ثم في عام 1931 نقلت المدرسة إلى ولاية نيوجيرسي نظرا لسوء الأحوال. عند تدريب الكفيف مع كلب مرشد تتم عدة نقاط يجب الأخذ فيها. كل كلب يخضع لتدريب كثيف قبل أن يتم تسليمه إلى الشخص الكفيف الذي سيتعامل معه. يتم تدريب الكفيف على الأوامر الأساسية أو على كلمات أساسية مثل اجلس، ابقي، تقدم للأمام، يسار، يمين أو غيرها من اتجاهات أو غيرها من الكلمات الضرورية. ومن أهمها التعزيز الإيجابي للكلب. كذلك يجب تدريب الكلب المرشد على التصرف بشكل صحيح عند الحواجز والمشاوي المرور والمعيقات. يجب أن يدرب الكلب المرشد على عدم الطاعة العمياء بحيث لا يستجيب لأوامر التي تحمل خطرا. كذلك يتم تدريب الكلب مع مستخدمه لفترة قد تصل إلى شهر تقريبا وقد تمتد إلى شهرين حسب استجابة الشخص الكفيف وتعامله مع الكلب. يرتدي الكلب طوقم مع يدي على شكل حرف U وهو عبارة عن ممسك لمسك الكلب. يسير الكفيف عادة إلى يمين الكلب. من الأشياء الغريبة أو التي لفتت انتباهي كوني قد حضرت تدريب في مدرسة كلاب مرشدة هي مدى العناية الفائقة بالكلاب وترفيههم في هذه المدرسة. كذلك فترة التدريب بالنسبة للشخص الكفيف فعلا قد تمتد إلى شهر أو شهرين حتى يتم إيجاد الكلب المناسب للشخص اللي يساعده في عملية
تنقلاته. إذا كان الشخص سريع في خطواته فراح يتم تدريبه مع كلب سريع، كذلك إذا كان الكلب بطيء أو إذا كان الشخص بطيء في خطواته أيضا يتم تدريبه على كلب مناسب له. من الأشياء المهمة أيضا العناية بالكلب من حيث النظافة ومن حيث التعزيز الإيجابي له، يعني تقريبا أكثر من 200 كلمة لابد أن يحفظها الكفيف للتعامل مع الكلب. تقريبا الكلمات اللي ذكرت هي أهمها. ومن الأشياء الملفتة للانتباه إنه بعد الشهرين ينتقل الكلب مع الشخص إلى منزله، وفي حالة وفاة الكفيف يتم إعادة الكلب إلى المدرسة، أو ممكن أن يصبح الكلب كلب أليف للأسرة. كذلك في حالة وفاة الكلب يتم إرجاع الشخص الكفيف مرة أخرى للمدرسة، ويتم فيها التدريب مرة أخرى حتى يتم إيجاد الكلب المناسب مرة أخرى. فوائد استخدام الكلاب المرشدة: طبعا تسمح الكلاب للمكفوفين بسرعة الحركة في خط مستقيم خلال السفر، تساعد على عبور الشارع بأمان، استخدامها غير مكلف. طبعا نقطة هنا بالنسبة للتدريب، التدريب عملية مكلفة، لكن عملية الكلب أو استخدام الكلب في العملية هنا غير مكلفة. تتوفر الحماية الآمنة خلال الحركة من المعيقات وتجنب المخاطر غير المتوقعة. أما من السلبيات، الكلب نفسه يجب أن يكون نشط ومطيع، ولا بد من الرعاية المستمرة له من قبل الكفيف. كذلك يجب ألا تختار الكلاب المرشدة كنظام رئيسي للتنقل، لابد من تنوع الأساليب التوجه والحركة. ولكن هناك كثير من الغرب يستخدمون الكلاب المرشدة كنظام رئيسي للتنقل. يعاني بعض الأفراد المكفوفين والذين يستخدمون الكلاب كمرشدين من صعوبات في التكيف مع الكلاب الجديدة، خاصة إذا كانت مع شخص وهذا الشخص قد مات، وهذه يمكن ذكرتها قبل قليل في قصة التدريب في المدرسة أو في مدرسة الكلاب المرشدة. بالنسبة للجيادة المرشدة فالأمر يختلف عن الكلاب، فتوجد عدة مميزات للكلاب المرشدة. طبعا الكلاب المرشدة لا تستخدم في الخارج، يمكن عندنا في الوطن العربي بصفة أكبر. من المميزات: أقل تكلفة تدريب الكلب قد يصل إلى $6,000، والحصان أقل بكثير من هذه التكلفة. كذلك أكثر قبولا الحصان أو الجياد أكثر قبولا عندنا في الوطن العربي. كذلك عمر الحصان، متوسط عمره ما بين 30 إلى 40 عام، أما الكلب فيتراوح ما بين 8 إلى 12 سنة. طبيعة الجياد تكون هادية، ذاكرتها قوية، الرؤية ممتازة، وتركيزها عالي، كذلك القدرة على التحمل العالية. كل هذه مميزات بالنسبة للجياد المرشدة وإمكانية استخدامها كقائد للشخص الكفيف أو كمرشد للشخص الكفيف. نشكر لكم حسن الاستماع، على أن نلتقي في المحاضرة القادمة.